أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فكل الشكر والتقدير لحكومة المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على كرمهم وسخائهم، وكل الثناء والاحترام لجامعة محمد الأول بوجدة على تميزها وثرائها العلمي. كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي المشرف الدكتور بالقاسم الجطاري لتفضله الإشراف على هذه الأطروحة، ثم لتقديمه لي الرعاية والاهتمام والدعم المعنوي، وكذلك توجيهاته البناءة ورائه المنهجية السديدة التي كان لها الأثر الكبير في إخراج هذه الرسالة إلى الوجود، فله مني وافر التقدير والامتنان. والشكر موصول إلى السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة على موافقتهم قراءة هذه الأطروحة، الدكتور حسن أحسين والدكتور جمال بالطيب الذي تكبد عناء السفر، والدكتور الطيب أبركان، والدكتور شوقي مقري، والدكتورة جميلة عباوي، سائلا المولى عز وجل أن يجزيكم عني خير الجزاء. كذلك أرحب بالحضور الكريم وأشكرهم جميعا على تشريفي بالحضور، فأهلا وسهلا بكم. يسرني أن أعرض عليكم ملخص لأطروحتي التي تناولت موضوع دور الاتصال والعلاقات العامة في إدارة الأزمات. إن إدارة الأزمات في المنظمات العامة والخاصة هي عملية جماعية تعتمد على أسلوب الفريق الواحد في العمل، وتتطلب التكامل والتعاون بين الإدارات ذات الصلة في المنظمة الواحدة. ومن هذه الإدارات التي يعول عليها في مواجهة الأزمات العلاقات العامة والإعلام، والتي من المفترض أن تؤدي أدوارا محددة في جميع مراحل الأزمة بناء على الخطط المعدة مسبقا. كما أشرنا في دور الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عمان، ومشاركة العلاقات العامة في التعامل مع أزمات المؤسسة والمعوقات التي تحول دون هذه المشاركة، وما مدى استعداداتها في المراحل المختلفة للأزمة وأساليبها في التعامل عند حدوث الأزمات. واعتبارا على ما سبق، ارتأينا أن تكون الإشكالية التي تتمحور عليها دراستنا كالآتي: ما مفهوم الأزمة وأسبابها وأنواعها وسماتها؟ ما هي أساليب وطرق إدارة الأزمات وأهمية العلاقات العامة فيها؟ ما هي نماذج العلاقات العامة في الأزمات؟ ما دور الاتصال والعلاقات العامة في مراحل قبل وأثناء وبعد الأزمة؟ ما مدى اعتماد المؤسسات العمانية على إدارة العلاقات العامة في مواجهة الأزمات؟ ما هي إجراءات الاستعدادات والتخطيط لإدارة الأزمات في المؤسسات العمانية؟ ما هي النشاطات التي تتخذها إدارة العلاقات العامة في منظمات القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عمان في مرحلة قبل وأثناء وبعد الأزمة؟ ما هي المعوقات التي تحول دون قيام العلاقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عمان بمهامها لمواجهة الأزمات؟ ما نوع الردود والبيانات التي تصدر عن إدارة العلاقات العامة لوسائل الإعلام عند تغطية الأزمة؟ من خلال التساؤلات فقد انطلقنا من فرضيات تم اختيارها ميدانيا ومعالجتها إحصائيا، والتي كان مفادها: ما مدى مشاركة العلاقات العامة في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عمان في إدارة الأزمات؟ ما مدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية الملائمة لإدارة العلاقات العامة عند مواجهتها للأزمات؟ ما النشاطات التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عمان في مرحلة قبل وأثناء وبعد الأزمة؟ ما أهم المعوقات التي تحول دون قيام إدارة العلاقات العامة في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عمان للقيام بمهامها لمواجهة الأزمات؟ نوع الردود التي تصدر عن إدارة العلاقات العامة لوسائل الإعلام عند تغطيتها لتداعيات الأزمة؟ في البحث العلمي عادة ما تصاغ الدراسة من فرضياتها، ولقد هدفت الدراسة إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تحديد الإطار النظري للاتصال والعلاقات العامة في إدارة الأزمات، تبيان أهمية العلاقات العامة والاتصال بالأزمة في عمليات مواجهة الأزمات، الوقوف على دور الأجهزة المتخصصة في إدارة الأزمات بسلطنة عمان كنموذج للتحليل في القطاعين الحكومي والخاص، عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في التوظيف الجيد للاتصال والعلاقات العامة في إدارة الأزمات، تحديد الصعوبات البشرية والمالية والاجتماعية والثقافية التي تحد من التنزيل السليم لبرامج واستراتيجيات الاتصال والعلاقات العامة في إدارة الأزمات، الوقوف على دور العلاقات العامة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال أثناء الأزمة، البحث في إمكانية وضع مقاربة شاملة تشاركية وفعالة من أجل تنمية وثقافة العلاقات العامة في سبل تطوير مناهج إدارة الأزمات. وتحقيقا لأهداف الدراسة، فقد تم تقسيم الدراسة على حسب ما يقتضي موضوعها إلى 4 فصول: الفصل الأول الإطار النظري للعلاقات العامة والاتصال، الفصل الثاني أهمية العلاقات العامة في إدارة الأزمات، الفصل الثالث إدارة الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، الفصل الرابع عرض الدراسات السابقة وإجراءات الدراسة الميدانية. ولقد اتبعنا في هذه الدراسة منهجا مختلطا والذي يناسب موضوع الدراسة، وذلك على النحو التالي: المنهج التاريخي باعتباره يبحث في الأحداث التاريخية الماضية ويصف الظواهر والحقائق
بغرض الوصول إلى معرفة الظروف التي أحاطت بشأنها وتطور الظاهرة موضوع الدراسة عبر مختلف المراحل الزمنية. المنهج الوصف التحليلي، هذا المنهج مرتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية وطريقة تحليلها وتفسيرها بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية، والذي يناسب موضوع الدراسة. ونظرا لأن إدارة الأزمات تتطلب إمكانيات مادية وبشرية وتنظيمية عالية، أدى ذلك إلى قصر مجتمع الدراسة على أكبر الشركات القطاع الخاص بمحافظة البريمي البالغ عددها 571 شركة ما بين مؤسسات تجارية ومؤسسات صناعية على مختلف الولايات بمحافظة البريمي، وفقا لتصنيف دليل الإحصائيات الصادر عن غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي العام 2019، ولصعوبة دراسة كافة مفردات مجتمع الدراسة وتوزيع صحيفة الاستبانة على مسؤولي العلاقات العامة فيها، لجأ البحث بعد حظر مجتمع البحث إلى اختيار عينة عشوائية تمثل ما نسبة 15% من إجمالي مجتمع هذه مجتمع بما يعادل 86 شركة تم اختيارها وفق أسلوب العينة العشوائية البسيط باستخدام جدول الأرقام العشوائية. والأغراض الدراسة، اعتمد البحث على استبيان خضع لشروط الصدق والثبات، ولتحقق من فرضيات الدراسة فقد قمنا بحساب كل من الانحراف المعياري والمتوسطات الحسابية، واستخدمنا برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. ولقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: كشفت النتائج عن انخفاض الاعتماد على العلاقات العامة في إدارة أزماتها، حيث أشار 71.9% من مدراء العلاقات العامة في هذه الشركات إلى أن مشاركة إدارتها تتراوح ما بين المتوسطة والقليلة، مما يشير إلى وجود مركزية في هذه الشركات، نظرا لأن غالبيتها تعتمد على الإدارة العليا في تولي زمام الأزمة وإدارتها. نتائج الدراسة أشارت إلى معدل يميل إلى الانخفاض في ممارسة العلاقات العامة لأنشطتها في مرحلة حدوث الأزمة في شركات العينة التي مرت بأزمة، وقد كان الجانب الاتصال بالجماهير الداخلية أبرز الأنشطة، ويتمثل بإطلاع العلاقات العامة للعاملين على الأزمة وتبيانهم بعدم التصريح إلا عن طريقها. أما النشاط الاتصالي مع الجمهور الخارجي فاقتصر على إمداد العلاقات العامة لوسائل الإعلام بالبيانات الصحفية خلال الأزمة، بينما لم تحظى بقية الأنشطة بالاهتمام، حيث غاب الاتصال بالجماهير الخارجية للمنظمة واطلاعهم على تطورات الأزمة، وكذلك التواصل مع وسائل الإعلام لعقد مؤتمر صحفي بيشرح أبعاد الأزمة. كشفت نتائج الدراسة عن معدل منخفض بلغ 2.4، يشير إلى ندرة قيام العلاقات العامة بشركات العينة التي مرت بأزمة في القيام بأنشطة المتابعة والتقييم، إلا أنه جاء نشاط إجراء حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية والتعرف على سلبيات الأزمة بنسبة 30% كأبرز الأنشطة التي قامت بها عينة الدراسة إلى حد ما. بينما أظهرت النتائج أن غالبية إدارات العلاقات العامة في شركات العينة لم تقم بإجراء البحوث والدراسات لقياس اتجاهات الوسائل الإعلامية تجاه المنظمة في مرحلة ما بعد الأزمة أو تلك التي تتعلق بمعرفة آثارها على الجماهير الخارجية، وحول الاستعدادات اللازمة التي تقوم بها العلاقات العامة في كافة شركات العينة، كشفت نتائج الدراسة عن قيام عينة الدراسة إلى حد ما بأنشطة ما قبل الأزمة، وجاء أبرزها التواصل المستمر مع وسائل الإعلام وبناء علاقات جيدة معها، حيث وصلت نسبة ما يقوم به في شركات العينة 65%. كما أوضحت النتائج بأن نصف عينة الدراسة قليلة الاهتمام بالتدريب والتطوير في مجال الأزمات وإعداد الخطط الاتصالية المسبقة التي توضح كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، بينما أظهرت نتائج الدراسة عن أنشطة شبه غائبة لدى عينة الدراسة، حيث بلغت معدلات منخفضة تتعلق بإجراء البحوث والدراسات سواء التي تعني بالكشف عن المشاكل المحيطة أو تلك التي تقيس اتجاهات الرأي العام والروح المعنوية لدى العاملين. وأشارت نتائج الدراسة إلى معدل مرتفع قليلا بلغ 3.4، يشير إلى حد ما بتوفير شركات العينة الأدوات إلى حد ما منها وجود فريق عمل يقوم بالتخطيط للأزمات، ووجود بند مالي مخصص للأزمات، ووجود نظام معلومات لمواجهة الأزمات، ووجود خطوط هاتفية مباشرة مع الأطراف المعنية بالأزمة. وكشفت نتائج الدراسة إلى ضعف ملحوظ في الاهتمام بإقامة وعقد فعاليات في إدارة الأزمات أو الكوارث أو المخاطر أو الطوارئ. كما أظهرت نتائج الدراسة عن ندرة مشاركة موظفي العلاقات العامة في هذه الفعاليات، حيث بلغ معدل مشاركتهم 2.6، جاء أولا مشاركتهم في الدورات التدريبية، وثانيا في المحاضرات، وثالثا في ورش العمل، ورابعا في الندوات والملتقيات العلمية. إلا أن نتائج الدراسة أظهرت تفاوت في إجابات عينة الدراسة، جاء أولا الخيار الخاطئ والمتمثل بعقد مؤتمر صحفي وذكر بعض الحقائق التي لا تمس سمعة المنظمة بنسبة 29%، ونسبة 27% أشاروا إلى عدم عقد مؤتمر صحفي. أما في المرتبة الأخيرة فقد جاء الخيار الصحيح بعقد مؤتمر صحفي ونشر الحقائق كما هي بنسبة 22%.
ويرجع الباحث تأخر الخيار السليم لدى عينة الدراسة إلى إن نسبة كبيرة من مدراء العلاقات العامة في شركات العينة لديهم تخصصات وعلوم مختلفة غير العلاقات العامة ينتج عن ذلك قصور في إدراك أهمية التعامل مع وسائل الإعلام عند حدوث الأزمات. كما اتضح من نتائج الدراسة موافقة غالبية عينة الدراسة بمعدلات مرتفعة على إمكانية تبني بقية الأساليب الخاطئة في التعامل مع وسائل الإعلام عند حدوث الأزمة. وكشفت أيضا عن تدني مستوى وعي غالبية عينة الدراسة نظرا لسيادة المعتقدات الخاطئة لديهم تجاه الأزمة، فقد أشارت النتائج إلى معدل مرتفع 3.2 من عينة الدراسة من يسود لديهم الاعتقاد الخاطئ بأن إدارة الأزمات هي ترف لا يستطيع تحمله، مقارنة بمعدل 5.8 بمن لا يعتقدون ذلك. كما أظهرت النتائج على أن غالبية عينة الدراسة تسود لديهم إلى حد ما بقية المعتقدات الخاطئة أو المتمثلة إذا واجهتهم أزمة كبرى فهناك من سينقذها ويكفي القيام برد فعل صحيح تجاه الأزمة عندما تقع، وينبغي معاقبة العاملين الذين ينقلون أخبارا سيئة. أضاف إلى أن النتائج كشفت عن عدم سلامة ترتيب أولويات مدراء العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات، حيث تأخر الخيار الصحيح وهو البحث عن المشكلات التي قد تتطور لأزمة إلى المرتبة الثالثة، بينما جاء المرتبة الأولى وضع خطة لمواجهة الأزمات، وفي المرتبة الثانية القضاء على الأزمة. أهم التوصيات بعد سرد النتائج السابقة، كان من المناسب أن نردف ذلك ببعض التوصيات التالية. 1- أشارت نتائج السمات العامة للمبحوثين قلة نسبة المتخصصين في الإعلام والعلاقات العامة، حيث بلغ 13.9% من إجمالي عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة المتخصصين في علوم مختلفة 55.8%. ويوصل باحث الشركات العمانية بزيادة الاهتمام باستقطاب المتخصصين في الاتصال والعلاقات العامة. 2- ضرورة إشراك دور الاتصال والعلاقات العامة والاهتمام بجعلها إحدى العناصر الرئيسية في إدارة الأزمات. يوصل باحث إدارات العلاقات العامة بزيادة الاهتمام بالأنشطة الاتصالية الموجهة للجماهير الداخلية والخارجية نظراً لأهمية المرحلة في الحد من تداعي تأثيرات الأزمة. 4- ضرورة التأكد من إجراء التقييم والمتابعة لما بعد الأزمة نظراً لأنها تمنع من وقوع أزمات مستقبلية. 5- أشارت نتائج الدراسة إلى الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات في عينة الدراسة لمرحلة ما قبل الأزمة، ويوصل الباحث بالاهتمام بمثل هذه البحوث بسبب أن نتائجها تقود إلى اكتشاف أزمات محتملة الوقوع. يوصل الباحث بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل منتسبي العلاقات العامة سواء كان عقد فعاليات داخلية أو إرسالهم إلى دورات خارجية. يوصل الباحث بأهمية عقد دورات تدريبية مسبقة توضح كيفية التعامل مع الوسائل الإعلامية. 8- أكدت نتائج الدراسة عن وجود عوائق تحد من قدرات العلاقات العامة على التعامل مع الأزمة بالشكل المطلوب. يوصل بحث الشركات أن تعمل على إزالة جميع المعوقات والمشاكل سواء كانت مالية أو بشرية أو تنظيمية. نحمد الله ونشكره على توفيقه لإتمامنا هذا العمل المتواضع، ونترك الآن المجال للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتقديم ملاحظاتهم البناءة، ونشكركم على حسن الإصغاء ونعتذر على الإطالة. أشكر اللجنة الموقرة وجل من لا يخطي، وكل بحث علمي فيه تقصير ولهن نعترف بتقصيرنا، وإن شاء الله نأخذ كل ملاحظات الأساتذة بعين الاعتبار والعمل على إصلاحها، ونسأل الله أن يتقبل منا، وشكرا. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. قرار أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة الطالب الباحث جمال بن عبد الله بن عمران المعمري في موضوع دور الاتصال والعلاقات العامة في إدارة الأزمات، بعد إجراء المناقشة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12:30 وذلك يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ حسن حساين للمداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتور بوطيب جمال أستاذ التعليم العالي، الدكتور بركان طيب أستاذ مؤهل، الدكتور مقري شوقي أستاذ التعليم العالي،
الدكتورة عباوي جميلة أستاذة مؤهلة، الدكتور الجطاني بالقاسم، والأستاذ حسن حسين. قررت منح الطالب جمال بن عبد الله بن عمران المعمري الدكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين الدكتورة مختبر التراث الثقافي والتنمية، تخصص التواصل والإعلام والعلاقات العامة، بتقدير مشرف جدا، مع التوصية، مع التهنئة والتوصية بالطبع. صور